كان جبران خليل جبران في رسالة أرسلها إلى مي في شوق إلى استماع قائل يقول: لست وحدك، نحن اثنان، أنا أعرف من أنت. من يقدر ويريد أن يقول لي: أنا ضباب آخر أيها الضباب، فتعالى نخيم على الجبال وفي الأودية، تعالى نسير بين الأشجار وفوقها، تعالى ندخل معا إلى قلوب المخلوقات وخلاياها، تعالى نطوف في تلك الأماكن البعيدة المنيعة غير المعروفة. وقولي لي يا مي، أيوجد في ربوعكم من يريد ويقدر أن يقول لي ولو كلمة واحدة من هذه الكلمات؟